أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حصل من بعض الصحف الأجنبية بإعادة نشر الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فنرجو منكم توجيه كلمة للمسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا فيما يجب عليهم تجاه ذلك، وما هو العمل الذي تبرأ به ذممهم؟ ما سمعتم، ليعلم الله من ينصره وليعلم الله من ينصره ورسله. والنصر يكون باللسان، يكون بالكتابة والاستنكار، وإذا جاهد المسلمون الكفار عند ذلك بقيادة إمامهم فهذا أيضا من النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم.